السلام عليكم ورحمة الله، موجز إخباري من قناة المرابطون، أهلا بكم. نظمت وزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة ورشة في العاصمة نواكشوط لتقديم الخطة الاستراتيجية لدى الوزارة في مجال محاربة العنف الزوجي. وحسب الأرقام التي قدمت الوزارة، فإن ظاهرة العنف الزوجي بلغت عام 2015 16% من حالات النزاعات الأسرية المسجلة. قال الرئيس الموريتاني محمد عبد العزيز إن الشركة الموريتانية للطيران لا يمكن أن تستمر من دون مساندة المواطنين من خلال إعطائها الأولوية عبر اختيارها للسفر عن باقي الخطوط الجوية الأخرى. جاء تصريح عبد العزيز على هامش زيارة أداها لمطار نواكشوط الدولي أم التونسي لتفقد طائرة اقتنتها الموريتانية للطيران مؤخرا. نظم البرنامج الدولي حول الأسلحة النارية ورشة تكوين حول تقنيات البحث ومتابعة الجرائم المتعلقة بالأسلحة النارية، يشارك فيها خبراء من موريتانيا وخارجها. وتسعى الورشة إلى تطوير قدرات المشاركين في مجال مكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات والجريمة المنظمة التي تشهد انتشارا في منطقة الساحل والصحراء. نظمت وزارة العدل الموريتانية بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة ورشة بنواكشوط حول منع وتحديد ملاحقة الاتجار بالبشر لصالح عدد من القضاة وكتاب الضبط. واستعرضت الورشة في جوانب منها قوانين موريتانيا الخاصة بالمتاجرة بالأشخاص وتهريب المهاجرين غير الشرعيين. يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة هذا الموجز وغيره من مواجز ونشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك ظاهرة على الشاشة. السادسة نشرة إخبارية بحول الله، دمتم في أمان الله.